الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها. متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج. الميالس مدارس مثل وافقت عليه كل شعوب العالم. فعلا الميالس مدارس يشجعونك عشان تودي عيالك في الميالس، يشجعونك عشان تتيرس في الميالس. الميالس فيه الدخطور، فيه العالم، فيه المهندس، تكلم عن اليوم كل شيء فيه. فالميالس فعلا هي المدارس، الدنيا أكبر مدرسة، والدنيا وين بتعرفها غير في الميالس. علوم البلاد، علوم العرب، علوم الناس كلها في الميالس كانت. وين بيعرفون شيء إلا من الميالس؟ فلان سوى شيء فلاني، فلان سوى شيء فلاني، فلان بطنه عوره وخذ هايك القطعة وصح، عرفت تعلمت شيء جديد. فلان ما أدري شو سوى، ما قصة قصة اختربت الحطبة، عرفت هذا الوقت ما يقصون فيه. فلان وسموه اليوم لفلاني ما اصطح، وسموه عقب ما أدري هذا اعتدل، عرفت أن هذا الوقت وسم مو بزين فيه. فالميالس فعلا مدارس، وهذا المثل يأكد هالكلام ويشجع على أن الناس تيرس في الميالس عشان تتعلم. متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.